عيسى مصطفى، خلينا عيسى مصطفى في دارك العامرة، الدارك العامرة. أخونا عيسى مصطفى جاي من السعودية أخوانا. ما جيت إلا الماجد. عيسى مصطفى قال جابيته ما لقى إلا بركة ماجد. والله الناس ما قصروا معه. الأستاذ وجدي. شكرا يا طه. السلام عليك يا ريس. دي ناس مربع واحد يا اخوانا في مربع خمسة، والله ما قصرت والله. هاي دي مربع خمسة في مربع اثنين، يعني مشاركة في كل المربعات. عصور ده ساكن في الجو طبعا. عصور ده ساكن في الجو. الشيخ مبارك الله يا أخي ما شاء الله. هاي. نحن هسه دي نحن هسه يا اخوانا في مربع كم؟ مربع ثلاثة وأربعة. هاي في النص ده المربع اللي نحن محتاجين فيه الناس يا اخوانا. مربع خمسة بكرة، بعد بكرة، بعد بكرة إن شاء الله مربع خمسة ده ما نمشي نلقى الناس يجوا عشان ننظفوا معانا. راح ولي قلنا يا اخوانا.